عبد الله السلامة. انت شو عرفك انه انا هون؟ منو ها؟ سيد كمال، من وقت اللي وصلت لهلا وهو عم يساعدني. كتر خيرك، الست عفاف وصلت ولقيت اهلها وما عادت بحاجه لمساعده حدا. الله معك. انت مو من حقك تقلعه، هذا بيتي وبستقبل فيه مين ما بدي. ست عفاف اذا عم يضايقك قولي لي. ها انا ما بدي اعمل مشاكل مع حدا، في كلمتين بدي احكيهم معك على انفراد بدون ما حدا يسمعنا. ست عفاف انا ماشي، اذا بدك شيء انا موجود. ممنون لك كثير اخ كمال، بس لا تتاخر علي. بأمرك، يلا عن اذنك. انور جوزك بيسلم عليكي. الله لا يسلمه. اوف، زعلاني منه؟ لا جيب لي سيرته منوب. بدي اجيب سيرته غصب عني، مجبور، لانه بعت لي معك امانه. امانه؟ امانه شو؟ من شهرين حولت لانور مليون دولار حق بضاعه ولهلا ما بعت لي شيء. امبارح اتصل فيني وقال لي بعت لك يا ام عفاف روخذوا منها. شي بضحك، مليون دولار؟ شي بضحك؟ بتعرفي شو قال لي؟ قال لي اقتلها اذا ما اعطيتك اياهم. لك انا اقتلني لانه المصاري مو معي، ولك انا اجيت هريبه من انور. اسمعي اللي قال لك، المصاري اللي بعته لانور اكثر من كل اللي جريتهم بعمري، علي ديون بدي ادفعها، حياتي كوم والمصاري كوم. لا حياتك ولا حياة أنور ولا حتى حياتي تسوى قرش واحد، بقى اعملي اللي بدك اياه. إذا هيك أكيد في حياة تانية بتهمك. لا غلطان، ما بقى شي يهمني أبدا أبدا. بنتك عبير ما بتهمك؟ عبير؟ عبير شو جاب سيرتها هلا؟ شو ذكرك فيها أصلا؟ عبير ماتت من 10 سنين وأنا خلص نسيتها. ولك يا عبد الحميد، أنا ما معي مصاري، لك لو كان معي مصاري كنت جيت لهون. أنا راجع على البلد، بدي أشتغل مثل ما أشتغل عمي شاكر. بالمناسبة إذا شفت دياب بعت لي إياه لأنه بدي أشتغل أنا وياه. ماشي الحال يا عفاف، إذا رايح شوف شغلي ولا شوف إذا كان الأمر هذا بيهمك ولا لا. نفرق على الأرض الحزينة والسما.